Thank you so much, Mina. ليس لفرحة العيد أن تتحول إلى حزن ودموع إلا في العراق، ففي لحظة واحدة تحول سوق الوحالات في مدينة الصدر، والذي كان يغص بالأمهات والأطفال، من مكان يشع فرحا استعدادا للأضحى إلى جثث تناثرت فوق ملابس العيد الجديدة. مشاهد مؤلمة هنا في مكان الانفجار، والذي تعددت فيه الروايات حول منفذه، ما بين انتحارية أجنبية الجنسية وما بين انغماس من التنظيم الإرهابي. شنو ذنب هاي الأطفال؟ هسه بس احنا اثنين وآلاف البارحة الناس مصايب بمدينة الصدر، ويجونك يقولوا لك نعزي ونعزي، احنا شنو نريد؟ فينا التعزية؟ احنا ما نريد تعزية، نريد هاي أطفالنا تعيش. تعيش حالهم حال الدول هاي الخليجية. إذا ينطر الأمر خلي يوزعونا على الدول، إحنا العراق يذبونا شكو محافظة قريبة على دولة، يوزعونا على الدول، يلا نخلص. ما نقدر بعد نعيش بهذا البلد، ما نقدر نعيش أبد نهائيا. أنا رايح لابن أخوي اثنين، وهذا واحد واثنين، هنا ثلاثة رايحين من عشيرة المسارة، إحنا ثلاثة رايحين. يعني اليوم المفروض الناس تعيد الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله، بس إن هاي ما نقول غير هاي الكلمة. المحاصصة السياسية وتغليب المصلحة الفردية على الوطن أنتجت عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى ومفقودين، كما يتحدث مراقبين، وذوي الضحايا يشيرون بأصابع الاتهام إلى جهات حزبية طالما أطلقت الشعارات المزيفة لجذب المواطنين إليها، إلا أنها لم تكن سوى أدوات للفساد والإفساد لا غير. غير هاي الأحزاب السياسية من جاي يسوي غيرهم؟ يعني جاي يجي واحد من برا، لو هم نفسهم، هم نفسهم لنا جاي يفجرون يسوون هاي الأعمال، من يسوي غيرهم؟ يعني هالشعب هذا ما كله، يعني لو حروق، يعني لو تهجير، لو تفجير، شنو يعني السبب مالت هاي الناس؟ شنو اللي مسويته ويسوون بها العمل هذا؟ ليش هذا الإرهاب اللي يصير وهذا التفجير اللي صار؟ هذا من رحم هاي الأحزاب، يطلعون البرلمانيين يعزون الشعب، كل تعزية تعزية تعزية، صار لنا 20 سنة كل تعزية. شنو ذنب هاي العالم بهذا العيد؟ هذا العيد الجلل يطلع يروح يجيب له ملابس يريد يفرح بها شاب عمر الورود، زين تالي متالي من يلقى له لا راس لا رجل لا عيد؟ شنو ذنبها؟ شنو ذنب هاي العوائل؟ اكتظ هذا السوق بالموت في ليلة العيد بدلاً من الفرح، ومن جاء لشراء الملابس محتفلاً عاد إلى منزله إما محمولاً بكفن أو حاملاً للجراح. كل عام يمر على العراقيين وهم ليسوا بخير. من مدينة الصدر في بغداد، ندى المرسومي، التغيير.